قلب مدينة الدار البيضاء غادي تصور خدعة جديدة بن وقيلة هو، وأهم عنصر فيها هو الرياضة. بلا شك عرفتوا هذا المكان اللي كيتجهز وكيتوضع فيه الماتيريال، محل لبيع الملابس الرياضية. أما بطل هذه الخطة فهو الفنان جواد السايح. جواد ممثل من العيار الثقيل، واحد من أهم الأسماء اللي ساهمت في إغناء المشهد الكوميدي في المسرح والتلفزيون. السلام عليكم، معكم جواد السايح. كتعرفوا على جواد السايح في التمثيل في المسرح في السينما هذا، ولكن اليوم إن شاء الله غادي تشوفوه في حلة جديدة. أنا غادي ندير مقلب الكليان في واحد المكازا ديال الملابس الرياضية. غادي نحاول إن شاء الله باش ما يتعرفوش عليا، وغادي نجتهد، وانتوما تبعوني وشوفوا بعينيكم. جواد غادي يخدع الضحايا ويحاول يقنعهم باللي إلا قاموا بواحد الحركات رياضية غادي يربحوا سيرفات كادو من المحل، وكون غير وقفت تما. جواد باغي باش ما كان يوقع الضحايا في فخ الكاميرا، وغادي يدير فيها فوندور واعر كيفهم في كل شيء، من الرياضة حتى النظاظة. دي الشينوا دي الشينوا ما تدي الشينوا ديرو دوريزينا دو قالك دي الشينوا وشي ما نقلبوا ما نشوفوا، والله ما دوريجينا دوب الله.